تحقلي أختار ذي اللي أنا يناسبني طالما إني أشوف شيء محترم. يعني السعودية حاليا تغيرت. يأخذونها بالسلاسل كأنها مجرمة، وأخذوها أصلا من المركز بالسلاسل علشان عباية وعلشان حقوق مرأة. أنا أشوف الوضع خطير جدا جدا. النيابة العامة تطارد النساء اللي يتكلمون عن حقوق المرأة، يطاردون على شيء سبق وأعلنوا إنه ما هو مجرد. يعني مستقبل غامض جدا جدا أكثر من مناهل، ولا حتى أي امرأة سعودية تستحق أنها تكون في السجن 7 شهور بسبب ممارسة حق طبيعي.